ذكرها كابتن سامي انه الاكثر تداولا محمد قاسم وقوقي، انت شنو وجهه نظرك؟ هو راي ما يعني وجهه نظري ما راح تاثر يمكن لعمل او للاستدعاءات اللي يستدعيها كاساس، هو وجهه نظره. يعني هسه انت راح تقول لي، راح اقول لك مثال على لاعب بسام شاكر. او بسام نعم لاعبين ممتازين يقدمون مستوى جيد طبعاً. ولاعب محافظ على مستواه رغم الاصابات، يعني هو غير محظوظ اصابات، لكن يبقى لاعب جيد وركيزه اساسيه في الشرطه في كل مباريات، هو يكون صانع وفي بعض الاحيان يسجل. لكن راي المدرب ما استدعي. الكاساس ذكي يتعامل ويا كل مباراة على حده بطريقة خاصة، يعني ما يتعامل في كل المباريات سواسية، لا في كل مباراة. يعني هسه في مباراة كوريا راح يتعامل، يمكن إذا ينزل ثلاثة أو أربع لاعبين احتمال في مباراة كوريا ما راح ينزلهم، لأن عند القراءة المسبقة والتحليل وهو يعني محترف بالتحليل اللي خليني اسالك على نقطه ايضا مهمه لفتت انتباهي بالايام الماضيه، انه كاساس والكادر التدريبي